اليوم هو آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بحسب تصريحات سابقة للهيئة المستقلة للانتخاب. وبموجب التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2021 الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية، فإنه يجوز لأي مرشح أن يقوم بسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب قبل 14 يوما من الموعد الرسمي، ولا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة. وعلى الهيئة أن تعلن عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني. ينضم إلينا الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواجدي، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ محمد، ما هي الأرقام النهائية؟ كم عدد المنسحبين خلال هذا اليوم وعدد المنسحبين الإجمالي؟ نعم، بداية مساء الخير أخي علي ولك ولجميع المشاهدين. يعني كما تقدمت يعني تفضلت به قبل قليل، فإن هذا اليوم هو آخر أيام الانسحابات من سباق الترشح لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلدية ومجلس أمانة عمان. نحن نتحدث مع انتهاء ساعات العمل الرسمي لهذا اليوم، تم تسجيل 144 انسحاب من سواء لمواقع رئاسة البلدية، ترشح لرئاسة البلدية أو مجلس عضو بلدي أو أعضاء مجالس أمانة عمان وأعضاء مجالس المحافظات. فبالتالي نحن نتحدث عن أرقام نهائية لجداول المرشحين التي سيتم الإعلان عنها على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب هذه الليلة، وهو رقم نهائي هو 4647 مرشح ومرشحة. هذا الرقم أو هذه الخطوة وفق الرزنامة الانتخابية تعني لنا بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان المقررة في 22 الشهر. لذلك يعني سيتبع ذلك جملة خطوات لها اتصال بتحضير مراكز الاقتراع والفرز وتأسيسها بكل متطلبات اليوم الانتخابي. نعم، وهنا السؤال، خلال هذه المدة المتبقية حتى يوم الاقتراع، ما هي الإجراءات التي سوف تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب؟ سيدي، هناك يعني جملة من الإجراءات لا تتوقف يعني إلا بعد إعلان النتائج النهائية، لكن في هذه اللحظات سواء يعني نهاية هذا اليوم أو بداية نهار غد يعني سيبدأ توزيع جداول الناخبين على صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز حتى يتسنى لكل ناخب التوجه إلى الصندوق المخصص له للإدلاء بصوته، ثم سيتبع ذلك توزيع كشوفات المرشحين على الدوائر الانتخابية المختلفة، ثم سيتم عرض نماذج لأوراق الترشح لأوراق الاقتراع عفواً حتى يعني يتم المصادقة على الأسماء والصور والكنى إذا جاز يعني حتى يعني لمن طلب أن يضاف إلى اسمه كنية، ويتم توقيع المرشحين على هذه النماذج حتى تكون يعني بموافقة الجميع دون أي مسؤولية تتحملها الهيئة فيما يتعلق في بيانات المرشح. وبعد ذلك ستبدأ عملية التحضير، تحضير مراكز الاقتراع وتزويدها بمستلزمات اليوم الانتخابي من قرطاسية، من شبكة توصيلها على شبكات الانترنت، أيضا تأمين الكوادر الإدارية بكل متطلبات عملهم. ثم أننا يعني سنترك آخر 24 ساعة لتأمين المواد الحساسة في مراكز الاقتراع حتى تكون العملية منضبطة ولا يعني وجود بإذن الله لأي منغص أو شائبة تؤثر على مجريات الانتخابات.
نعم سيد محمد، 4647 مرشح ومرشحة كما ذكرت، هذا رقم يعطي العديد من الإشارات. متى من المتوقع أن تصدر الهيئة المستقلة للانتخاب تفاصيل أكثر حول هذا الرقم، أعداد النساء، أعداد الرجال، هذه المواقع للرئاسة، للمجالس، كل هذه البيانات؟ يعني أخي علي، كان من الممكن يعني التحضير لمثل هذه الإحصائيات وهي متوفرة لدى الهيئة، قد لا تكون يعني بين يدي الآن، لكن نحن نتحدث عن نسبة مشاركة مرأة. بالنسبة لمشاركة المرأة نتحدث عن أرقام خجولة نوعا ما، لا تتجاوز 18%. نتحدث عن عدم ترشح أي امرأة لموقع رئاسة البلدية. طبعا هذه المؤشرات مع بالإضافة أيضا إلى انخفاض نسبة ترشح الشباب في هذه الانتخابات، فهناك جملة من المؤشرات تحدثنا عنها لاحقا وحاولنا تسليط الضوء حولها، لكن لا نزال نبحث في أسباب ذلك، ولا نزال نحتاج إلى العديد من الدراسات والإضاءات على هذا الملف. بالمجمل الأرقام المرشحين تعكس أو تعطي دلالة لبداية سخونة الموسم الانتخابي في 22/3، لكن لا نزال بحاجة إلى تحفيز الناخبين للمشاركة، وبحاجة إلى إعطاء مجالس البلدية صيغ تمثيلية، أو المحافظات أو مجلس أمانة عمان صيغ تمثيلية من خلال نسب مشاركة معقولة في هذا الموسم. حريص جدا في انتقاء الكلمات أستاذ محمد، لأنه يعني الذي البعض يتحدث بأنه إذا كانت هذه النسبة المنخفضة هي نسبة الذين ترشحوا للانتخابات، فكيف سيكون شكل من سوف يذهب حتى ينتخب؟ بالمجمل أخي علي، المشاركة في الانتخابات البلدية تأخذ زخما أكثر من مواسم الانتخابات النيابية، ولنا مقارنات سابقة في هذا الشأن، لكن في هذا الموسم تحديدا نحن نتحدث عن قانون الإدارة المحلية بصفته يعني أعطى المجالس البلدية زخما أكثر، وأعطى مجالس المحافظات صلاحيات أكبر، فلذلك نعتقد أن هذه الانتخابات إذا ما تم التوعية والتثقيف في مجال التعريف بالقوانين وصلاحيات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، قد يكون هناك يعني إشارة للناخبين لأهمية هذه الانتخابات ولدورها المحوري في مسائل التنمية المحلية التي الجميع بحاجتها، وجميع المناطق في المملكة تبحث عن هذا المستوى من التنمية الحقيقية التي تنعكس بمستويات اقتصادية اجتماعية يستحقها المواطن الأردني. لذلك المشاركة في الانتخابات البلدية عادة ما يكون لها أثر كبير في القرار الاقتصادي، فلذلك أتمنى ونتمنى في الهيئة أن يكون هناك إقبال أكبر من المواسم السابقة على هذه الانتخابات لما فيها، لما تحقق من مصالح لعموم الناخبين في مواقعهم المختلفة في محافظات وقرى المملكة. الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ محمد خير الرواشدي، شكرا جزيلا لك.